حلق الرأس نوعان. النوع الأول أن يحلق متعمدا سواء كان لعذر أو لغير عذر، فتجب عليها الفدية بالإجماع. النوع الثاني أن يحلق جاهلا أو ناسيا، فلا شيء عليه في ذلك، لأن الله جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولأنه قد عفي عنه خطأه فلن يتقصد. فحديث كعب العجرة متعمد، ومتعمد وإن كان معذورا تجب عليه الفدية كفارة لفعله، بخلاف الجاهل أو الناسي أو المكره لم يقصد أصلا، وإن كان قصد فقد أخطأ. وكما نفصل في قضايا أخرى، الرجل في سبق اللسان يعفى عنه الشخص، وقد لا يعفى عنه في مسائل أخرى.